الناس قاعدة تجهز السحور، فجأة صار الانفجار الضخم هذا. يعني كنا بيتي مش بعيد 50 متر هنا، نصحى لقينا النار مولعة، نار مولعة في البيت، بيت الرجال. ناس نازحين، نازحين من الشمال، جايين من الشمال، عندنا نازحين في الجنوب، ام وستة اطفال. والله كنا نايمين على الساعة 2 بالضبط، الاثنين عايشين وتوفوا واستشهدوا ثلاثة هم وستة. Thank you.